YouTube. الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبراتنا كبران يدعوة تبية سبوتش نيتنا چو سلام ناچو نيابت عمدن عنان زاري او كانو جمعانو الحمد لله دس سميل كانو بزاري لمو يبلت دس يالي جمع زاري صلاة مسجد دين دسك تفقدونا زاري نو مجمرا يكن يو مسجد منياغا جرمن مكفتو انا الحمد لله زاري او انقدي مسجد دن كربوزو غزي كرجم غزي او والموس ولت ور ليون ونو جمع كسقدن مسجد نفقونال እንዴት ነው አንድ ሰው ከስር ቤት ታስሮ ሲወጣ ምን ያህል ነው ደስተኛ የሚሆነው? ያን ያህል በጣም ደስተኛ ነኝ ዛሬ አልሐምዱሊላህ والله ከስር ቤት ይወጣ ነው መሰለኝ እንደው በጣም ነው ደስ ያለኝ አልሐምዱሊላህ ግን ያው ብዙ ሰው መግባት ስለማይችል ሁለት ጁማ ነው የሚሰገደው የመጀመሪያ ኹጥባ አለ ከዛ ደግሞ ከአንድ ሰዓት በኋላ እንደገና የሚቀጥለው ኹጥባ ይጀምራል ኢንሻአላህ አሁን ወደ ዘይድ ኩኖ ዘሚጄ ኢንሻአላህ ጁማው እንዴት እንደነበረ ኹጥባውን ሰላቱን እዛ ደሞ ላሉ ታላፊዎች አንዳንድ ጥያቄ ጠይቃቸዋለሁ ኢንሻአላህ አብራችሁን ቆዩ መልካም ጁማ በዱዓን ረሳሳ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ቢሙጀራ ኢንሻአላህ ከተያዘ ሰውጅ ሰላም ታይምዳ ሚና ኹጥ ይذهب واحد بعد الاخر ولا يقف خارج المسجد ذكر الله خيرا حتى لا يرونا الصلاه تكون يعني كانت هذه نعمه من الله عز وجل صليت الجمعه الحمد لله عز وجل هذه نعمه من الله لكن عليكم ايها الفضلاء بكفه الدعاء ادعوا ولا تملوا دعوا على الله عز وجل دعوا بالدعاء لكي يرفع الله سبحانه ويحفظ الجميع والله ويحفظ على الله عز وجل ربما تدري يقول العالم كلهم يدعو كل يدعو أنا بذكر الله فيها فدعت ربما من دعاء المؤمنين فدعت خف وإن شاء الله سبحانه وتعالى اسمعوا بسمعين إن شاء الله يكون كل شيء إن شاء الله ذهب بحول الله عز وجل يا أطلب الله عز وجل أن يحفظني وحشرنا في زمرة الخير أمام اللهم اجعل صيامنا إيمانا واحتسابا وقيامنا إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم احفظنا من هذا الوباء اللهم احفظنا واحفظ أولادنا وأزواجنا وذريتنا وجميع المسلمين من هذا الوباء واحفظ العالم يا أرحم الراحمين وارفع عن جميع الأمة هذا الوباء يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم متانا وارحم جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا رب العالمين الإخوان إنكم كنا ومن فطر صائما كان له بك أجره من غير أن ينقص بأجره شيء فندعو لإخواننا لساهوا واحد عدد ديالنا لصدقوا بخارج خارج ألمانيا ونقول الله عز وجل إخواننا الكريم سلم في جميع هذا الناس والناس محتاجين يا أحبائي والله اتصلوا بي ناس بمجرد 20 فورو 20 فورو بالنسبة لنا كم تشتري؟ والله 20 فورو الناس معهم فرحا شديدا حتى تبتوا على أبكي حتى تبتوا على أبكي لماذا؟ لأن هذا الرجل أو المرأة ذهب ليشتري فلما ذهب الشرباء دائما الشرب وذهب يمشي على رجله ربما 6 كيلو متر ورجع وليس عنده شيء لم يشتري على أحد ذلك Thank you.
للمساجع 20 أخت، لما رسلنا إليه 20 أخت أخوة جزاهم الله خير، كأنه 1000 أخت. صح جديدا. فهنيئا لمن كان سببا في هذه النفقة، وهنيئا لمن تصدق في سبيل الله بما نشر الله تعالى. هذا الشهر المبارك شهر الرحمة وشهر المفطر الصائمات، هذا كذلك من الافطار الصائم للتعاون بالمال لإرساله إلى الفقراء أينما كانوا، ولو حتى إذا كانوا هنا في أمان. هذا كذلك من الافطار الصائمات، لأن له من أجله من غير أن يقصر من أجل شيء. الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع إن شاء الله بحمد الله عز وجل، وأن يرحم الجميع إن شاء الله بحمد الله عز وجل، وأن يتقبل من الجميع إن شاء الله آمين. سبحان الله تعالى وتتابع السفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.
السلام عليكم ورحمة الله. Also bitte, bitte stehen bleiben, wir gehen einzeln raus. Nicht zusammen bitte, einzeln. Der erste bitte. Wir haben hier eine Sprinterkiste, der inshallah ein bisschen sprinten kann, ist wirklich inshallah gut. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي مصطفى. اليوم أول يوم افتتاح المسجد منذ فترة طويلة. كلمة قصيرة إن شاء الله منك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. كما ترى أخي مبارك اليوم قمنا بافتتاح المسجد بعد يعني توقيف لمدة ربما طويلة بسبب جائحة كورونا. فالحمد لله الأمور مرت اليوم بكل هدوء، لم يكن هناك أي مشاكل فيما يخص الترتيب، يعني الحمد لله الترتيبات أخذت منذ ربما أكثر من أسبوع، والإخوان قاموا الآن ب يعني تحديد أماكن الصلاة كما ترى أخي مبارك هنا، وكذلك خارجا كان هناك يعني مسائل تنظيمية أن الناس يدخلون واحدا تلو الآخر، وبعد أن يدخلوا يقومون بتسجيل أسمائهم وأرقام هواتفهم، بعد ذلك يقومون بتعقيم الأيدي ويدخلون إلى المسجد، وهناك ممر يعني هناك مدخل من الجهة الخلفية ويخرجون من هنا يعني من هذه الجهة الأمامية هنا، يعني حتى ما يكون هناك ما يسمى بتقارب ما بين الأشخاص. والحمد لله يعني الأمور مرت بسلام وبخير. إن شاء الله يعني سنحاول خلال الأيام القادمة أن نراقب الوضع كيف هو، حتى ربما نقوم ب يعني القرار فيما يخص صلاة التراويح إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك أخي مبارك. حفظك الله.